صوت حرف الخاء مع الحركات القصيرة والمدود والتنوين والشدة. خاء فتحة خاء، خاء ضم خو، خاء كسر خي، خاء مد بالألف خاء، خاء مد بالواو خو، خاء مد بالياء خي، خاء تنوين بالفتح خن، خاء تنوين بالضم خن، خاء تنوين بالكسر خن، خاء شد مع حركة الفتح أخ، خاء شد مع حركة الضم أخو، خاء شد مع حركة الكسر أخي، خاء شد مع مد الألف أخا، خاء شد مع مد الواو أخو، خاء شد مع مد الياء أخي، خاء شد مع تنوين الفتح أخن، خاء شد مع تنوين الضم أخن، خاء شد مع تنوين الكسر أخن، خاء سكون أخ، خاء مع الشدة في آخر الكلمة أخ، خاء خو خي، خاء خو خي، خن خن خن، أخ أخو أخي، أخا أخو أخي، أخن أخن أخن، أخ أخ. كلمات وصور. خاء فتحة خاء، خروف. خاء ضم خو، خبز. خاء كسر خي، خيار. خاء مد بالألف خاء، خائف. خاء مد بالواو خو، صخور. خاء مد بالياء خي، تخيط. خاء تنوين بالفتح خن، بالطيخن. خاء تنوين بالضم خن، طباخ. خاء تنوين بالكسر خن، خوخن. خاء شد مع حركة الفتح أخ، مثل كلمة سخر في الآية الكريمة وهو الذي سخر البحر. خاء شد مع حركة الضم أخو، مثل كلمة التأخر. خاء شد مع حركة الكسر أخي، مثل كلمة يؤخر. خاء شد مع مد الألف أخا، فخار. خاء شد مع مد الياء أخي، تأخي. خاء شد مع تنوين الفتح أخن، مخن. خاء شد مع تنوين الضم أخن، مخن. خاء شد مع تنوين الكسر أخن، مخن. خاء سكون أخ، نخلة. خاء شد في آخر الكلمة أخ، فخ. أحسنتم أصدقائي، لقد تعرفنا اليوم على صوت حرف الخاء مع الحركات القصيرة والمدود والتنوين والشدة. شكرا لمتابعتكم، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ومشاركتها مع من تحبون. إلى اللقاء.